ينطلق بأثاره مع المهجنات إلى صايل الذي تحمل هذا المساء بشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي تتشكل في ألوانها الجميلة. انطلق الشوط لنبحر في عمق الميدان ومع درر الميدان إلى صايل مع درر العاصفة الجميلة والرائعة نسير هناك مع مقدمة الشوط في هذا الاندفاع والانطلاق. هجن العاصفة المسيطرة بثلاثية جميلة على المركز الأول، هناك تسيطر مشاهدينا، هناك زمايم على المركز الأول بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقودها، تقود المشاركات بينما ولا تأتي في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة يقدم ولا كذلك الواثق، بينما المركز الثالث الظبي على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة يقود حمد بن راشد بن غدير في التضمير، بينما المركز الرابع كذلك تأتينا مخيفة أو الخفيفة لهجن الرياسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي لتحمل الشعار الأحمر الغالي والشعار الجميل الذي يأتي بهذه التحديات، بينما المركز الخامس وصلت في المركز الخامس براقة لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقودها في التضمير على المركز الخامس. أما المركز السادس في هذه اللحظات وصلت نشوة على المركز السادس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مطر بن سيف اللاحج الهاجري، بينما المركز السابع في هذه اللحظات تاتينا في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير اللي هي القابضة في هذه اللحظات. تنطلق القابضة على المركز الثامن، أما المركز التاسع تأتي في مسيكه من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وصلت الظبي في هذه اللحظات ولا ربشة اللي هي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي. هكذا مشاهدين الأعزاء أكملنا ندانا للعشر المراكز الأولى في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع في هذا المساء الجميل في الستة كيلومترات الرائعة في هذه التحديات، تحديات الإذاع وميدان المرموم الذي يحتضن هذه السلالات الذي سجلت في العام الماضي الكثير من الإنجازات مع الأخوة المضمرين الذي تندفع في هذا الموسم وخاضت كذلك في معارك الرياضة الجميلة بتحقيقات الرموز وتحقيقات السيارات والفوز والنصر والناموس، أتت في هذا الموسم لتشارك لتنطلق استعدادا للموسم 2014-2015 الذي ينطلق في هذا التحديات. مخيفة غيرت على مقدمة الشوط، مخيفة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط الذي تنطلق في هذه اللحظات اللي هي الخفيفة من هجن الرياسة، يضمرها حمد بن أحمد بن مايد الخيالي على المركز الأول، بينما تندفع في المركز الثاني وتأتينا في ثاني المراكز زمايم، تأتي في المركز الثاني زمايم من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم زمايم. وصلت في هذه اللحظة ربشة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يقدم لنا ربشة مع هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت الظبي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. القابضة تحركت في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يقودها في التضمير، براشد كذلك مع هذا الاندفاع. أما المركز الخامس براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يضمرها. المركز السابع في هذه اللحظات، وشوف سابع المراكز وصلت مسيكه لسمو من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وتاتي ولا بهذا الانطلاق بهذا الولاء الجميل والرائع. هنا لهذا
هذا الشعار ولمالك هذا الشعار في هذه الانطلاقات يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز التاسع وصلت نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج الهاجري، يضمرها المركز العاشر مزون من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميرها. هذه النتيجة للعشرة المراكز ندان الثاني في هذا المساواة في هذه الانطلاقات في الشوط العاشر الخاص للعشر لإذاع الأبكار المهجنات إلى صايل. ونعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول والزمايم. زمايم وهي في زمام الشوط، في زمام الشوط زمايم تقود المشاركات. زمايم على الانطلاق مع لوحة الاثنين كيلو متر وهي تتصدر المجموعة بعرض تلقائي وذاتي بدون يتوامر بشعار هجن العاصفة. ترافقها وتنافسها على الفوز والناموس الخفيفة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة. حمد بن أحمد بن مايد الخيالي يقودها في التضمير، بينما المركز الثالث ربشة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي المتمرس في التضمير يأتي بهذا الانطلاق. المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت القابضة مشاهدين الأعزاء، وانطلقت القابضة في هذه اللحظات لتنافس على ناموس هذا الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يأتي علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية كذلك مقدم لنا القابضة في هذا الاندفاع، وتأتي الظبي من هجن العاصفة على المركز الخامس يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز السادس وصلت ولا يا سلام تبى تستولي على المقدمة ولا تتحرك وتتحرك مسيكة على هذا الانطلاق على هذا الاندفاع بشعار هجن العاصفة. شوف الأمتار الأخيرة، شوف 1200 مشاهدين العزاء. والزمايم لا زالت على المركز الأول وهي ماسكة زمام هذا الشوط متقدمة على المشاركات تقودهم بجدارة بأداء جميل. وهناك الخفيفة وزمايم والقدوم كذلك من القابضة على المركز الثالث. القابضة والخفيفة وزمايم يا السلام. زمايم لا زالت بشعار هجن العاصفة تتصدر المجموعة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. الخفيفة بشعار هجن الرياسة. شوف هذا المنظر الجميل، كوكبة رباعية الأربع المراكز بقيادة زمايم. وهناك مشاهدين الأعزاء الظبي، وهناك الخفيفة، وهناك القابضة. يا سلام يا سلام، روح هناك مع الزمايم مع المركز الأول. الله يا الرقص، الله يا هذا المساء، الله يا هذه الانطلاقة الرائعة. يا سلام يا زمايم. شاهد تابع شعار هجن العاصفة، تابع يا جماهير قادت الشوط من بدايته وقدمت 6 كيلومترات هذا الرقص الجميل. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا يا الواثق، تحية وتقدير يا الواثق على المحافظة على هذا الأداء. يوفن السبق ولا يخلفن، نعم بالواثق وتضمير. يا سلام، هذه زمايم تصل إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس. القابضة وصلت في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مسيكة في المركز الثالث لمن هجن العاصفة، المركز الرابع الخفيفة من هجن الرياسة، والمركز الخامس الظبي من هجن الرياسة. هكذا كان مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. هكذا كان التواصل بهذا المساء الجميل. نشوف التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء لزمايم الذي قادت مسار هذا الشوط من بدايته حتى نهايته في هذا المساء، حققت توقيت زمني مقداره 9 دقائق. عموما على كل حال تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز زمايم بال 9 دقائق 29 ثانية جزئين من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، تهانينا للواثق بينما وتهانينا على هذا الفوز للجميع الفائزين. القابضة وصلت في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، حققت توقيت زمني مقداره 9 دقائق 31 ثانية
جزئين من الثانية، تهانينا وناموس بينما وصلت في المركز الثالث. أمسيك من هجن العاصفة تهانينا، لهجن العاصفة تهانينا للواثق حتى توقيتها الزمني 9 دقائق و32 ثانية، 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا 11 في تعداد اشواط مسائي هذا اليوم، الشوط 11 وهو الشوط الخاص بالاذاعة الجعدان المحليات.